السلام عليكم ومرحبا، كيف الصحة؟ إن شاء الله تكون أموركم بخير. اليوم راح نحكي بفيديو بسيط عن البحث الأخير الموجود في كتاب الهندسي متروبول. البحث بيحكي عن الأشعة، جمع الأشعة، جدال الأشعة، العمليات على الأشعة. طبعا هو درس بسيط وسهل، راح يكون الفيديو الأول عبارة عن شرح نظري، والفيديو الثاني الجزء الثاني إن شاء الله راح يكون عبارة عن حل بعض تمارين الدورات السابقة. نبدأ ب الفكرات. طبعا الأفكار أنا مجزئن هون 7 أفكار بصراحة. نبدأ بعنوان الدرس. طبعا عنوان الدرس الشعاع أو الأشعة. طبعا شو يعني شعاع؟ لو حبينا نحكي عن الفرق بين الكتلة والوزن، الفرق بين الكتلة والوزن، وتقول أنا كتلتي 5 كيلو أو عندي كتلة 5 كيلو وبقول عندي وزن 5 نيوتن، شو الفرق بين النيوتن وبين الكيلو؟ الوزن دائما متعلق بالجاذبية، فهو متجه نحو الأرض أو نحو مصدر الجاذبية، فالوزن له جهة. أما الكتلة ليس لها جهة، الكتلة من دون جهة. فالشعاع عبارة عن مقدار له جهة، فأنا المقادير اللي إلى جهة مثل الوزن، فبيجي بقول مثلا F شعاع تساوي 5 نيوتن، بمعنى آخر أنه هذا المقدار اللي هو 5 نيوتن اللي هو الوزن هو شعاع، أي أن له جهة، أن له جهة. أما وقت بحكي عن الكتلة فبقول M تساوي 5 كيلو من دون شعاع، أي ليس لها جهة. طبعا الشعاع في له عناصر، هذول العناصر هني 4 عناصر معروفين غالبا مارين معكم بالفيزياء بالعلوم بالرياضيات. العنصر الأول الاتجاه، الاتجاه للشعاع، للشعاع اتجاه، تمام. 2 الحامل، حامل الشعاع، حامل الشعاع، لكل شعاع حامل، يعني المستقيم الذي يتموضع عليه الشعاع. بالنسبة لي هون المستطيل اسمه باطدو، يعني من الغرب إلى الشرق أو الأفق، يعني بالنسبة لي ممكن يكون هيك. الشدة، في له شدة، في له شدة، يعني في له كمية معينة، مثلا مثل هون بحالتي هاي شدته 5 نيوتن. في له نقطة مبدأ، في له نقطة مبدأ، يعني في له بداية. للشعاع 4 عناصر، تمام. أهم هذه العناصر هي الاتجاه، له اتجاه. طبعا العمليات على الأشعة تختلف نوعا ما عن العمليات على المقادير التي ليس لها اتجاه، يعني التي ليست شعاع. كل الأحوال هي بالنسبة للشعاع، الشعاع بس ملاحظة بسيطة، بما أنه له نقطة مبدأ، بمعنى آخر نفرض عند الشعاع AB، فهو يبدأ من النقطة A وينتهي بالنقطة B، فهو مختلف تماما عن الشعاع BA. الشعاع BA المبدأ تبعه B، أما الشعاع AB المبدأ تبعه A. هلا بننتقل للفكرة الثانية. رح نحكي عن طويلة شعاع. شو يعني طويلة شعاع؟ يعني نفرض أنا عندي شعاع، نفرض أنا عندي هذا الشعاع اللي هو شعاع، هذا الشعاع في له طويلة، طويلته هي المسافة بين نقطة المبدأ وبين النقطة AB، فبقول الطويلة هي مسقط الشعاع للتربيع، مسقط الشعاع الإكسات للتربيع، زائد مسقط الشعاع على الوايات للتربيع تحت الجسر. تعال ناخذ مثال بسيط. لنفرض انه عندي الشعاع AB، وعطيتك احداثيات A اللي هي 1 1، واحداثيات B اللي هي 3 7، قلت لك اوجد طويلة الشعاع AB. اولا بدك تسأل هو AB اصلا، من هو الشعاع AB؟ انت ما اعطيتني الا نقاط، ما اعطيتني شعاع، فبيجي بنستنتج الشعاع كما يلي. الشعاع AB بقول النقطة محل انتهاء الشعاع اللي هو B، اكسات B اللي هي 3 3 ناقص 1، شوف شو عم بيشي مقلوب، 3 ناقص 1 2، و7 ناقص 1 6،
عناصر الشعاع، أو خلينا نقول مسقط الشعاع الإكسات ومسقط الشعاع الوايات. هلا بدي أوجد الطويلة، طويلة AB، فبقول الطويلة تساوي تحت الجذر 2 للتربيع يعني 4 زائد 6 للتربيع يعني 36 يعني تحت 40 تحت الجذر، هاي طويلة الشعاع. إذا أنا هون تعلمت شغلتين، كيفية إيجاد شعاع بالأصل اللي أعطيتك النقاط تبعه، وشلون فيما بعد فيني أوجد طويلة هذا الشعاع. الفكرة الثالثة هي عبارة عن جداء شعاعي. طبعا هذا الجداء بسميه جداء داخلي، كم بمعنى آخر أنا بدي أضرب بضرب الشعاع R، طبعا هيك برمز له بهذا الرمز الشعاع B، في عندي هذا الرمز هيك مثل الأكبر والأصغر. المسقط الأول على الإكسات، مسقط الثاني على الإكسات، زائد المسقط الأول على الإكسات ومسقط الثاني على الإكسات بهذا الشكل الجميل. هلأ ناخذ مثال بسيط، نفرض إنه عندي الشعاع R اللي هو 2 3، الشعاع B اللي هو -2 -4. طلب مني إنه أوجد A شعاع فاصل B شعاع جداء داخلي، فبقول انه عبارة عن 2 ضرب 2 ناقص 4، 2 ضرب ناقص 2 زائد ناقص 4 ضرب 3 ناقص 12. فشو بيطلع جوابي هون؟ ناقص 16. تيل على النقطة اللي بعدها، هي النقطة الأخيرة، لا هاي النقطة. شو يعني توازي شعاعين؟ شو يعني توازي شعاعين؟ نفرض أنا في عندي شعاعين، هذا الشعاع الأول وهذا الشعاع الثاني، هدول الشعاعين متوازيين بمعنى آخر إنه عندهم نفس الميل. ما إنه عندهم نفس الميل فبقول في بين مسقط المستقيم الأول على الإكسات ومسقط المستقيم الثاني على الإكسات. لو كان عندي الشعاع A اللي هو X1 Y1 والشعاع B اللي هو X2 Y2، تمام بهذا الشكل، وجيت خبرتك انا انه A1 يوازي B1، طبعا هون كاتبين لك انه ميل الاول يساوي ميل الثاني، اكيد التوازي يعني ميل الاول يساوي ميل الثاني. تيجي انت بتقول لي X1 على X2 تساوي Y1 على Y2، هذا هو معنى التوازي، توازي شعاعي. بننتقل للفكره الاخرى اللي بتحكي عن شيء اسمه شعاع الواحده، او بمعنى اخر شعاع طوله هو واحد. شعاع طوله هو واحد، نشوف الشعاع الموجود طويلته واحد، يعني عفوا نشوف الشعاع ناقص كوساين اكس ناقص ساين اكس، هذا الشعاع الجميل. لو حبيت اوجد الطويلة فهي عبارة عن ناقص كوساين للتربيع يعني كوساين مربع اكس زائد ساين مربع اكس. طبعا احنا بنعرف انه هذا المقدار شو بيساوي، بيساوي الواحد، جذر الواحد واحد، جذر الواحد واحد، فبسميه هذا شو بسميه؟ بسميه شعاع واحدة أو شعاع الوحدة. بالفكرة اللي بدي أشرحها هون اللي هي إنه لو ضربنا، طبعا هون في عدد من الملاحظات بصراحة أتوقع كلهم بديهيات وسهلات عليكم، بس الملاحظة التالية: لو كان عندي الشعاع A اللي هو 2 3 وجيت ضربته ب2، شو بصير؟ بصير 4 6 بكل بساطة، تمام بصير 4 6. ما بعرف إذا خلصنا الأفكار أو لا، يعني آخر فكرة، هاي الفكرة الجميلة، هاي الفكرة. شو عندنا هون؟ هلا أنا بالأصل لو بضرب شعاعين ببعض شو كنا نقول قبل شوي؟ كنا نقول إكس الأول في إكس الثاني زائد واي الأول في واي الثاني، هيك صح؟ طيب في قانون آخر يلي هو طويلة الأول في طويلة الثاني ضرب كوساين التيتا، هذا القانون الثاني. فهلا بمساواة هذول الطرفين مع بعض بصير في عندي قانون جديد بيسمح لي، هذا القانون بحساب الزاوية المحصورة بين شعاعين. بقول القانون انه ضرب الشعاعين ببعض بعدين قسمهم على الطويلة بيطلع معك الزاوية
المحصورة بين الشعاعين، الزاوية المحصورة بين الشعاعين. إن شاء الله أكون غطيت كل الأفكار، أتوقع أني غطيتها كلها. طبعا هو تمرين سهل وبسيط، البحث يعني سهل وبسيط، وحاولت أكون بطيء قدر الإمكان. سمعت بعض الطلاب طلبوا مني أو خبروني أنه أنا عم كون سريع بالعادي، فحاولت أكون بطيء قدر الإمكان، يعني تبارت قدر الإمكان. بتمنى أنك تعملنا سبسكرايب، تعملنا مشاركة، تعملنا دعم معنوي، تخبر أصدقائك عن هذا الفيديو البسيط. في حال وجود أي ملاحظات أنا جاهز، والسلام عليكم ورحمة الله.